الاستصلاح عن طريق الامتياز. في هذا الصدد وفي إطار رقمنة القطاع والإضافة، شفافية تامة بالنسبة للإجراءات الإدارية الخاصة بمعالجة ملفات طلب الاستثمار، تم وضع وتفعيل منصة رقمية على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية نوداس، والتي مكنت من تبسيط وتسهيل الإجراءات، والتي سمحت ب تم في شهر مارس 2021 منح أول محفظة عقارية للديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المقدرة بمساحة 136 ألف هكتار لفائدة 140 مستثمر، والتي تم مرافقتها من قبل الديوان من خلال الشباك الموحد لتسهيل إجراءات الحصول على رخص حفر الأبار. كما تم في شهر أكتوبر 2022 الانطلاق في استغلال المحفظة العقارية الجديدة المقدرة مساحتها ب 97 ألف هكتار والموجهة خاصة لتطوير الحبوب، وسيتم منح المساحة لفائدة المستثمرين بداية من شهر ديسمبر 2022 طبقا للنصوص القانونية. إضافة، يجد محفظة تقدر ب 175 ألف هكتار مبرمجة زيادة لتوسيع وتوزيعها في إطار هذا البرنامج في أواخر سنة 2022. في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، وباختصار بالنسبة للقانون رقم 013، تم إعداد 186214 عقد من أصل 190 ألف حوالي ملف مطابق، أي ما يعدل 98% من الأهداف المسطرة، والتي شملت مساحة مقدرة بمليونين 139,358 هكتار. فيما يخص برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية بجميع آلياتها، فإن عملية متابعة تنفيذ البرنامج الولائيات مستمر لهدف استصلاح مساحة إجمالية مقدرة ب 610 ألف هكتار، منها مساحة 400 ألف هكتار مخصصة ل 680 مستثمر، مشاريع مهيكلة لأكثر من 100 هكتار، ومساحة 210 ألف هكتار مخصصة ل 16 ألف مستفيد من الشباب.